في اخت سائله دكتور بتسال، بتقول ان يعني والدها انفصل عن والدتها وهي صغيره يعني، وكان لا يدفع لها المصاريف الا بعد الحاح شديد وتعب شديد، ويعني تجاهلها لحد ما كبرت. الان يعني بتقول ان هو يعني تقدم لها عريس، فحاولت ان يعني اخوالها او اهلها من اقاربها من امها ان هم يعني مشوا الامور، لكن الاب تدخل ل يعني عشان الجوازه تبوظ حسب الاخت. فالاخت الدكتور بتقول يعني ان الموضوع ده اثر عليها نفسيا وخلاها انها تكره والدها زي ما هي كاتبه في السؤال، ولا تستطيع انها تبر او تتواصل معاه، لان حاسه ان هو تسبب لها مشاكل وهي صغيره ومشاكل وهي لما جت تتجوز يعني. فسؤالها الدكتور كيف تتعامل مع الاب اللي كان يعني كما هي وصفته في السؤال. لا يعني احنا ليس مطلوبا منا ان نبغض ابائنا ولا امهاتنا حتى لو اساءوا الينا. انما نشفق عليهم، ندعو لهم بالهدايه. انما البغض والكره والحقد لا، هذا ليس بين الاب والابن. مقبولا. انما التحمل والصبر. والقران ذكر نماذج من حوار انبياء مع ابائهم كنبي الله ابراهيم مثلا. والحوار معه. يا أبت اتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبت إلى آخر الآيات التي تدل على الحوار بين نبي الله إبراهيم وأبيه. وأبوه ما كانش مجرد كافر، ده كان صانع أصنام، ومع ذلك حوار سيدنا إبراهيم معه إلى آخر، حتى لما مات وعده بالاستغفار وأنه استغفر له وأنه ما كافر. طيب ومع ذلك عاش إلى آخر رمق في حياة أبيه ينصحه ويدعوه. سيدنا نوح مع ابنه إلى آخر لحظة، يا بني اركب معنا، ومع ذلك لم يقطع. وفي أكثر من الكفر، لا، الزوجة سيدنا نوح حد لما غرقت مع القوم الظالمين، زوجة سيدنا لوط وفخانتهما كانت العقيدة يعني، مع ذلك بقي على عشرتها وحسن هذه العشرة. فنفس على الابن مع الأب أو البنت مع الأب. إذا منع عني حقا والحق ده في إيدي أخده، باخده. زي ما هي اتجوزت ولا عايز يبوظ الجوازة. لا يعني ما دام عندي ناس عقلاء من العيلة مقدرين إن حالة العريس اللي جاي ده إنسان مناسب وإنسان كويس، خلاص هو الأولى. ونتجنب إيذاء الأب، لكن برضه نكبر بيه على قد ما نقدر ونحضره في معظم التفاصيل قدر الاستطاعة. لأن في النهاية طب لما تتجوز وتخلف يبقى عندها أولاد، فين جديهم؟ ما هو ده شبكات وعلاقات اجتماعية لا يستطيع الإنسان أن يقطعها أبداً.